رعى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس الشريف مؤتمر التحديات التي تواجه المسيحيين العرب الذي افتتح اليوم الثلاثاء في عمان، وقد ناب عن جلالة الملك بالحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير المستشارين لجلالة الملك عبد الله للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته. وتضمن لقاء اليوم الافتتاحي كلمة ترحيبية لسمو الأمير غازي الذي ركز على فحوى هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه جاء ليسلط الضوء على ما يعاني منه الأهل والأصدقاء والشركاء المسيحيون العرب وأبناء الشرق الأوسط. اليوم يقيم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله تعالى وجزاه خيرا هذا المؤتمر الكبير امتدادا لهذه المساعي المباركة، وقد دعا إليه جميع رؤساء كنائس الشرق الأوسط بل والعالم، ودعا إليه الإعلام العالمي لكي يسلط الأضواء على ما يعاني منه الأهل والأصدقاء والشركاء المسيحيون العرب وأبناء الشرق الأوسط. وفي الجلسة الأولى التي بحثت في الشؤون المصرية، أشاد القس ريك وارن من كنيسة سادلباك بأهمية المؤتمر ومواضيعه، داعيا إلى الوصول إلى توصيات مشتركة يتفق عليها الجميع وتفي بغرض المؤتمر. وفي كلمة لقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس ألقاها نيابة عنه الأمونيوس الأب عادل عازر، أشار البابا إلى التحديات التي تواجه مسيحيي الشرق وأهمها الهجرة. مع هذه التحديات نحن ككنيسة قبطية أرثوذكسية وطنية على وجه الخصوص ومسيحيين عرب على وجه العموم لا نقبل أبدا أي تدخل من أي دولة كانت كبيرة أو صغيرة. التدخل في شؤوننا العربية بحجة حماية الأقليات. وفي كلمة لقداسة البطريرك ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ألقاها بالنيابة عنه الأب نكتاريوس منصور. إن مسؤولية الكنيسة الاجتماعية والأخلاقية ذات ثقل كبير في أيامنا هذه، حيث أن الإنسان كشخص وكعضو في المجتمع يشهد أزمة مضاعفة لم يسبق لها مثيل، وبمرارة يدرك أنه مستهدف، مستهدف في بيئة عالمية ساخرة، حيث نحيا في عالم ذو اقتصاد عالمي ولكن بدون حكومة عالمية عادلة معتنية بالضعفاء. يعاني المسيحيون كثيرا، حيث أن السلام السياسي والاجتماعي والذي يعد قيمة أساسية من قيم الديانات والتقاليد التي ازدهرت في الشرق الأوسط قد تحول من شيء بديهي إلى هدف صعب المنال. وأشاد المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بجهود الأردن ومساعي جلالة الملك عبد الله في دعم مسيرة الحوار والعيش المشترك. تراجع التعليم الإسلامي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال والذي يدعو للتعامل بالمودة مع أتباع الديانات الأخرى خاصة المسيحيين، ونتج عن هذا التراجع ظهور العديد من القيادات والشخصيات التي حاولت اختطاف دور الأزهر الشريف، وهؤلاء أصدروا العديد من الفتاوي الغير صحيحة، فكان لهم تأثيرا ملحوظا خاصة على البسطاء الذين ذهبوا إلى الدول الخليجية طلبا للرزق. وركز الشيخ علي جمعة المفتي العام السابق للديار المصرية في كلمته على أهمية الخطاب الديني الإسلامي المعتدل. يجب أن يتدخل القانون وأن نزيل منه ما يعكر صفو المواطنة وصفو علاقة هي راسخة. تربيت أنا في بيت يزوره المسيحيون
في أول شهر رمضان من أجل أن يأكلوا طبق قمر الدين ويعطيني عم مرقص عدية رمضان العدية يعطيهاني. هكذا عشنا ولا أعرف ما الذي حدث. هناك مشكلة عندنا في جانبنا الإسلامي في الخطاب الديني. والخطاب الديني البيشوب منير بيقولوا عندنا، لكن عندي مشكلة أكبر من مشكلة المسيحيين. المسيحيين ليس عندهم خطبة جمعة، فحتى لو أن قصا تطرف فتطرف داخل الكنيسة، لكن هذا صاحبنا يشتم المسيحيين في الميكروفون. هذه مصيبة كبرى. نريد من هذا المؤتمر أن يوصي بهذه التوصية، لابد من تغيير الخطاب الديني، الخطاب الديني الذي يؤذي الآخرين لا نعرفه وليس من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من وطنيتنا. فيجب علينا أن نتخلص من هذا الخطاب بهذه الطريقة. ويواصل المؤتمر خلال اليوم جلساته الحوارية لمناقشة الشؤون السورية والعراقية واللبنانية، وسيتم يوم غد الأربعاء مناقشة الشؤون الأردنية والقدس، ليتم فيما بعد إصدار بيان المؤتمر الختامي وتوصياته. ويأتي هذا المؤتمر استجابة إلى التحديات التي يواجهها المسيحيون في الشرق الأوسط مهد الديانات السماوية، الذي بات حاليا يشهد تغييرات جذرية أسفرت عن مواجهة المجتمعات المسيحية لتحديات مصيرية. كما سعى المؤتمر إلى الجمع بين رؤساء الكنائس المسيحية في منطقة الشرق الأوسط ليتم منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم من خلال جلسات حوارية بغرض الوصول إلى حلول مشتركة تضمن استمرارية المسيحيون وسلامتهم وازدهارهم في الشرق الأوسط الذي يشكلون جزءاً لا يتجزأ منه. وحضر المؤتمر كل من الكاردينال جان لويس توران رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان، وغبطة البطريرك بطريرك ثيوفيليوس الثالث بطريرك القدس والأراضي المقدسة وأرثوذكس الأردن، والبطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس للاتين، والبطريرك مار لويس رفائيل ساكو بطريرك بابل على الكلدان، والبطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، إضافة إلى الكاردينال مكارك رئيس أساقفة واشنطن الفخري وغيرهم من الأساقفة والكهنة والمؤسسات الدينية من مختلف المناطق العربية. باسم السمعان، نور سات، الأردن.